تباينت آراء المواطنين في بلدية سيدي بوزيد حول جودة الخدمات البلدية بين مستحسن لما تقدمه البلدية من خدمات وما تنجزه من مشاريع، ومن يرى أنها تقصر في خدمة المواطن. سيدي بوزيد فيها البنية الأساسية ما هيش كيف ما لازم، خاطر ناقصة شوي، وهذايا مرهون للوضع المادي للبلدية. بالنسبة لخدمة البلدية، أنا كأحد ما أحد سكان مناطق سيدي بوزيد، خدمة البلدية مش البلدية عندها رؤية، مش بلدية سيدي بوزيد عندها معناها عندها برنامج، مش بلدية سيدي بوزيد قايمة بمهام تذكر فتشكر. أهم المشاريع الموجودة تو هي مشاريع نتاع لاري. ومن جانب آخر، تواصل بلدية سيدي بوزيد إنجاز عدد من المشاريع ذات الأولوية في المدينة بهدف تحسين الخدمات. المشروع المنتزه الحضري، أنتم تعرفوا المرحلة اللي مر بها بعد الثورة، تآكلت كل المكونات اللي فيه، وهو يمتد على مساحة 4 هكتار، ويعد كمشروع للحي وللجهة هام. هيئة الممرات الخارجية، إضافة التشجير والعناية بالأشجار القديمة، تهيئة زوز ملاعب، ملعب متوسط وملعب صغير بالجازون معناها 5 جينيراسيون، كذلك تهيئة مسلك صحي على محيط كامل المنتزه، إضافة إلى تركيز رقعة متوسطة للشطرنج. على تعبيد الطرقات اللي هو سيدي بوزيد، بلدية سيدي بوزيد ما يقارب الزمليرات 114 ألف دينار، معناها حان في حي النور وحي الورود وسيدي بوزيد وثلاثة مسالك أخرين في موجودين، مسلك يربط بين المستشفى الجهوي والتقاسيم ومسلك وزوج مسالك أخرين ريفية. زاد بالنسبة للملعب حي اللي هو موجود في قرية النصر، عام العظام النصر، اللي هو حوالي 200 ألف دينار، زاد حوالي تقدم أشكال 80%. هذا وتشمل الخدمات والمشاريع البلدية عددا من المناطق الريفية التي تفتقر لأبسط الخدمات وتتطلب مزيدا من العناية وتحسين البنية التحتية.